على هامش تغطيتنا لمهرجان العالمين في نسخته الاولى، قلنا ناخد حضراتكم كده في جوله عشان نتعرف على عدد المشروعات اللي بتتم هنا على ارض مدينه العالمين. مدينه العالمين الجديده ناس كتيره جدا بتشبهها بالعاصمه الاداريه الجديده، لان فيها عدد كبير من المشروعات اللي بتتم على ارض مدينه العالمين. تقريبا كنا يوم 16 يوليو من عام 2021 كنا موجودين هنا، صباح الخير يا مصر، كان موجود هنا عشان يرصد حجم المشروعات اللي بتتم في المنطقه التراثيه اللي احنا موجودين فيها، وتحديدا موجودين في المسرح الروماني عشان نشوف حجم الانجاز، معدلات الانجاز وصلت لفين، وكمان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المنطقه التراثيه اللي موجوده داخل مدينه العالمين. هتعرفنا على كل هذه التفاصيل المهندسه فدوى خضرة، هي مهندسه من احدى الشركات المنفذه لهذا المشروع. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور، اهلا يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. واهلا وسهلا بيك. عايزين في البدايه بس نشرح للناس طبيعه المنطقه التراثيه وما تحتوي عليه. طيب احنا في المشروع هنا، المشروع اسمه مشروع المدينه التراثيه. المشروع ده بيضم عدد، المشروع ده يعني مبدئيا هيكون واحد من الاماكن الترندنج جدا في الساحل الفتره اللي جايه، هيكون في هوت سبوت كبير جدا. المشروع مبدئيا الجزء اللي بيخص شركتي بيخص بموجود فيه مجموعه من المباني كبيره جدا زي المسرح الروماني اللي احنا حاليا واقفين فيه، مبنى الاوبرا، مجمع سينمات، مكتبه، متحف. احنا هنعوز شرح لكل حاجه من دي، او على الاقل الحاجات اللي انتم مختصين بيها في الشركه وصلت لفين. كل المباني اللي انا بكلمك عليها دي احنا مختصين بيها في شركه في شركه اوراسكوم. فانا زي ما بقول لك احنا بنضم مجموعه كبيره جدا من المباني. المباني دي ميجا بروجكت مش موجود زيها تماما في المنطقه اللي احنا واقفين اللي احنا موجودين فيها حاليا. وفعلا زي ما بقول لحضرتك الفتره اللي جايه يعني بس اول ما يبتدي تشغيل في المشروع حقيقي المكان ده هيكون سبوت سياحي لكل الناس اللي موجودين في الساحل والناس اللي بتيجي من كل الاماكن تيجي للمكان ده. وهرجع تاني اقول لك ان في مباني كتيره جدا جدا يعني فعلا فعلا هتجذب السياحه للمنطقه دي زي مجمع سينمات، الاوبرا، المكتبه، الاكسبيشن هول، عندنا ارض معارض بمساحه كبيره جدا، والرومان ثياتر زي ما انتم شايفين هنا. وزي ما انت قلت انت كنت موجودين معانا من سنتين او ثلاثه، فأكيد انتوا شايفين نسبة الإنجاز العالية اللي موجودة حاليا في المشروع. عايزينك برضو تشرحي لنا يعني حضرتك هنا بقالك قد ايه؟ انا هنا بقالي في المشروع سنتين. طيب يعني شفت الموضوع يعني اول ما جيتي مثلا تبداي هنا شغل على الاقل في المسرح الروماني كان الوضع عامل ازاي، دلوقتي بقى عامل ازاي؟ لا طبعا احنا انا اول ما جيت كان المشروع حقيقي المسرح الروماني كان خرسان خرسانات، بس احنا دلوقتي لو نقدر نبص حوالينا هنلاقي انه خلاص احنا شبه قربنا نبقى على تشغيل الجي ار سي راكب، الهاند ريلز راكبه، لا يعني احنا تقريبا خلاص قربنا ان احنا نبتدي نقدر نعمل ايفنتس ونقدر نشتغل في البروجكت. يعني بنسبه كبيره جدا بيعتبر الرومان ثياتر من المباني اللي خلاص نسبه تشغيلها ابتدت خلاص او نسبه الانجاز فيها واصله لنسبه 80%. أو هنسلم قريب؟ هنسلم قريب جدا طبعا، لان هو خلاص. هو بص يعني انا لو الكاميرا جايبه معانا هنلاقي انه الهاند ريلز راكبه، الجي ار سي خلاص بيتفنش، الريبير بيتعمل، فاحنا اوريدي نعتبر خلاص قربنا نخلص. لو بنتكلم على ده على المبنى ده الرومان ثياتر خلاص يعني. واحنا لسه موجودين برضو في المبنى ده، عايزين نعرف عدد العماله اللي اشتغلت فيه قد ايه. والله لا انا النسبه ما اقدرش اقولها لك بالظبط، بس لكن انا اقدر اقول لك ان الرومان ثياتر ده هيقدر يشيل 1000 شخص، يعني 1000 شخص يقدر يقعد كاودينس. وطبعا عندنا مسرح بمساحه كبيره جدا يقدر يقبل يعني استعراضات كبيره وبانس كبيره وكده. وطبعا غير ان احنا عندنا تحت المدرج هنا عندنا غرف لتغيير الملابس والحمامات وكل الفاسيلتيز اللي اي مسرح بيحتاجها عشان خاطر يشتغل بالفول برفورمانس بتاعه. عظيم. دايما لما يكون في مهرجان، واحنا بنتكلم طبعا مهرجان العالمين في نسخته الاولى، بيكون المهرجانات دي ليها تاثير على المكان والمكان كمان ليه تاثير عليها. توقعاتك ايه؟ والله انا توقعاتي اول ما المشروع هنا يشتغل، وده مش عشان انا والله بشتغل في المشروع، ولكن حقيقي حقيقي المباني والحاجات اللي هتبقى موجوده هنا هتسحب كل السياحه وكل الاماكن الترندنج في الساحل هتسحبها للمكان هنا، لان المكان هنا كل مبنى وكل حته كلاندسكيب كمباني كاي حاجه فعلا كل حته ليها طابع خاص وليها طابع معماري خاص وبتهتم قوي بالحضاره بتاعتنا وكده، ففعلا المكان ده هيكون مميز جدا ان شاء الله. طيب بقيه المباني اللي انت ذكرتيها دلوقتي هل برضو قربنا ننتهي منها ونسلمها؟ على حسب، يعني مثلا مبنى ارض المعارض اللي هو على الشارع من بره ده قرب يخلص تماما. مبنى الاوبرا احنا شغالين فيه حاليا، الواجهات الخارجيه ابتدت تخلص، ولكن طبعا انت عارف مبنى بحجم الاوبرا يعني مبنى كبير جدا فهيحتاج شويه شغل اكتر او لسه قدامنا وقت فيه. مبنى السيتي هول يعتبر خلصان اصلا، ده خلصان كمان من بره اكستيرير وانتيرير. مبنى المكتبه خلصان واجهات بس.
ولكن كل الحاجات دي وانس ان احنا بس نبتدي نخلص المباني اللي هي في الفيرست فيز اللي لازم نخلصها سريعا، كل المباني التانية هتشتغل. طيب عايز اكلمك شويه عن العماله والمهندسين الموجودين في المواقع، هل كلهم من مناطق قريبه من هنا ولا جايين من محافظات مختلفه؟ والله انا شخصيا من اسكندريه، ولكن طبعا قريبه يعني انا بروح وارجع عامه كل يوم، ولكن في ناس طبعا من القاهره، في ناس تانية من محافظات اخرى، ولكن الناس اللي بيبقوا ابعد من اسكندريه اكيد بيقعدوا هنا في العالمين، لكن الاسكندريه عادي بيروحوا ويرجعوا يعني. طيب الاقامات هنا عامله ازاي؟ ومثلا لو حد جاي من محافظه غير المحافظات القريبه مثلا بيقعد قد ايه، بياخد اجازه قد ايه؟ definitely rehousing على حسب بقى كل مشروع، على حسب البوليسي بتاعته، يعني احنا مثلا ممكن ينزل كل ويك اند، ممكن يقعد اسبوعين وبعدين ينزل لونج ويك اند، يعني على حسب.